فنانة لديها طموح كبير وأحلام عظيمة، ذات إطلالة فرعونية مميزة وملامح مصرية أصيلة. وصفها المخرج يوسف شاهين بأنها صوفيا لورن العرب. تقدم أعمالاً شديدة الصعوبة وتدقق في اختياراتها. في فيلم الفلوس قدمت دور جديد ومختلف، أدت الدور ببراعة. وانت بمعرفتك بيا طول السنين دي عندك شك ولو لحظة ان انا ممكن اعرف وزن الصبر الشائع ما نعرفش اصل ولا فصل؟ شركة كبرت لغاية ما قابلت سليم. حاولي فهمني ان هو راجل محترم، شاركته وعملت حساب مشترك بيني انا وهو لغاية ما نصب علي وعاوز ياخد مني كل فلوسي. ما تيجي نغير الكلام في الحاجات دي خالص، نتكلم في حاجة إيجابية شوية. يعني مثلا حبيت كم مرة في حياتك؟ بتحب دلوقتي ولا لأ؟ إنها النجمة، أفضل ممثلة سينمائية، الفنانة زينة. عايزه اقول مبروك لكل زمايلنا اللي واخدين جوائز والمكرمين، ميرسي للمهرجان، ميرسي لاستفتاء الجمهور. يعني جايزه، اي جايزه بتحمل واحد مسؤوليه. بشكر كل الكروب بتاع الفيلم، بشكر محمد عبد المعطي، استاذ سعيد المعروق، نجم الكبير تامر حسني، نجم الكبير خالد الصاوي، عايشه بن احمد، محمد سلام. وبقول كل زمايلي ألف ألف مبروك، ميرسي قوي زينة.